حضرتك عن حكم القطط التي تؤذي. القطط المؤذية إن عجزت عن إبعادها ولم تجد أي طريقة لدفع شرها وأذاها إلا أن تقتلها وتتخلص منها بالحسنى، فلا بأس بالتخلص منها لأنها أصبحت عدوا صائلا. هو الأذى يا شيخنا عبارة عن يعني إن هي بتتغوط وبتتبول في السلم وفي الشقق يعني وبتأذينا في كده. إذا لم تجد وسيلة لمنع شرها إلا القتل ستكون ضرورة. طب السم، حكم قتلها بالسم جاهز؟ نعم بالسم جاهز جزاك الله خير. يعني إذا عجزت عن إبعادها بأية طريقة أخرى إلجأ إلى طريقة فيها رحمة، لأن النبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة. الحديث. السلام عليكم.